وهدف للرعال جونزاليس بلانكو. دي ماريا يمر في وسط الميدان يغير المكان، غير بنجاح والمرتدة الثنائية أوزيل والكرة ودي ماريا وإيجواين. ضاعت على الأرجنتيني اليمينية، لم تكن بالدقة المثالية. دياز رايان جيكس اللي وزع والتصوير والرماس في الركنية. نور 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 مانشستر يونايتد، خيالية بين الكتيبتين ورايان جيكس وزع. السربي كابتن الفريق نيمان يافيديتش، الرأسية السربية رائعة وذهبية، ولكن الحارس دييغو لوبيز بامتياز. ترى مع بورتو 1-1 ومع الانتر خسر بهدفين 0. كريستيانو رونالدو، رونالدو التصويب واخطر هجوم، هذا هو رونالدو في موعد كبير. وهذه الكرة إيجواين إيجواين إيجواين، والحارس دافيد دخيا يضع الكرة في الركنة. فاز مع بورتو بالشامبيونز ليج، وهذه كرة عجيبة وغريبة. داني والباك يرفض الهدية من الحراسة الإسبانية. دييغو لوبيز لم يكن ممتاز. وهذه الهجمة رافائيل 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 رافائيل، والكرة اي 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 اي، وهذه الخطورة والكرة جول. راموس 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 بالنيران الصديقة، يكتوي ريال مدريد بالنيران الصديقة. مانشستر يسهر بالرافائيل دا سيلفا في متابعة دفاعية فان بيرسي الهولندية، وفي النهاية لويس ناني يفتك الكرة الفران. راموس بالنيران بالنيران، يكتوي ريال مدريد في هذه اللحظات. يأتي على جرة الإيفانس وفران فران فران، أراد تكرار سيناريو برشلونة. رافائيل فران الفنان. يونايتد يبحث عن الضربة القاضية. داني ويلبك وفان بيرسي، والحارس دييغو لوبيز بكل الامتياز. رونالدو مودريتش على يسار تشابي الونسو، يرجع لمودريتش اللي يراوغ ويصاب. جول 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 جول، يلعب يا الريال، سجل يا بدر الابطال. الليله انتر ويال رويال، شيء كبير للكرواتي المثير لوكا مودريتش. يمينيه كرواتيه مثاليه وذهبيه بلونك الابيض وبلونك الاخضر في هذه اللحظات. تسحر تسحر في مركز الظهير الايمن لوكا مودريتش، وكره لجونزالو ايجواين وموزيل ايجواين ويوسع. جول 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 جول، فعل الامبراطور فعل الامبراطور الامبراطور امام كل الجمهور. كريستيانو رونالدو المدمر، رونالدو وحده وحده يعود الى الديار ويتسبب في اكبر الاضرار. ومتابعة من باتريس إيفرا بالراس، يلعب بسرعة من رايان جيكس. رايان جيكس اللي يوزع. كاريك كاريك فان بيرسي، وهذا وين روني، وين روني يحاول المراوغة، وكرة فان بيرسي ودييغو لوبيز بامتياز. الليلة الليلة الحارس دييغو لوبيز، والكرة من وين روني. كريستيانو رونالدو
يوريه تسجيل هدف ثالث رونالدو. رونالدو رونالدو يحاول كريستيانو. رونالدو رونالدو يتلاعب بالريو فرديناند، يعطي كرة في المساحة لريكاردو كاكا، هجوم خطير للريال. الكاكا يحاول التسجيل والكرة ترفض الدخول، كرة البرازيلي من ساو باولو روبين فان بيرسي بالراس.